وللحديث أكثر ينضم إلينا من رام الله أمين سير المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعرير. أهلا وسهلا بك سيد فهمي معنا في 19. لعلك استمعت. طيب سيد فهمي، هل أنت معنا؟ تسمعني؟ نعم، أهلا وسهلا. نعم أسمعك جيدا. نعم أهلا وسهلا. لعلك استمعت إلى ما جاء على لسان القيادي في حركة فتح موفق مطر، ويعني يتهم حماس علنيا بأنها تحافظ على وجودها والأنفاق خلقت فقط لحماية القيادات وهي تضحي بالفلسطينيين. ما رأيك أولا في هذا الطرح؟ رأيي أولا المجد والخلود لكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا ونهضوا على مذابح حرية الشعب الفلسطيني منذ فجر الانتداب البريطاني وحتى هذا اليوم، وتحية اعتزاز لكل عوائل الشهداء في قطاع غزة، الصابرين الثابتين المرابطين من عوائل شهداء انصيرات وحتى عوائل كل الشهداء الذين تساقطوا ونهضوا أكثر من 37 ألف شهيد في قطاع غزة بخلاف المفقودين. وأظن أننا اليوم نحن على مشارف اليوم 248 من الحرب، حرب الإبادة والتطهير العرقي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي حاول الاحتلال الوحشي بتوصيف الشعب الفلسطيني بوحشيته، والذي يحاول صباح مساء في أن يستعيد جزء من مكانته المتهاوية باعتبار أنه قد فقد كل ما يمكن أن يسمى مقومات القيم الأخلاقية في هذه الحرب التي يمارس فيها أعتى وأبشع أنواع القتل والترهيب بحق الشعب الفلسطيني. وليس بوارد حقا التلاوم مع أي فصيل فلسطيني، برغم أنني لست من حماس ولا أرغب في أن أكون ذات يوم من حركة حماس، ولكنني أؤمن في أننا نعيش في مرحلة يجب على حركة حماس تتحلى بقدر أكبر من المسؤولية، وأيضا يجب على الكل الوطني الفلسطيني أن يستعيد روح ما يسمى بالشراكة والوحدة الوطنية توطئة وتهدئة باتجاه حوارات المصالحة التي من المفترض والمخطط أن تنطلق من جديد في 23 من هذا الشهر في العاصمة الصينية بكين، والتي يجب أن يصار في داخلها إلى تثبيت المشاركة السياسية لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قاعدة طيب سيد فهمي، ليس اشتراطاتها بل على قاعدة نظامها ولوائحها والتزاماتها الإقليمية والدولية. طيب قلت بأنه يعني تحدثت عن مسؤولية حماس، ما المسؤولية المنوطة بها الآن تحديدا في ما يخص هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة؟ ما الذي ممكن ربما أن يقترح منكم على حركة حماس للمضي مثلا في صفقة تبادل أو تهدئة ما؟ بمنتهى الصراحة حركة حماس شأنها شأن الفصائل الأخرى الموجودة في قطاع غزة التي تدافع عن الشعب الفلسطيني، ولكن الواجب على حركة حماس أن تكون جزءا من منظومة العمل السياسي الفلسطيني وأن لا تقرر في حرب أو في سلام منفردة، باعتبار أن الذي يدور في قطاع غزة الآن يدور عن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني يتجاوز أكثر من 2.3 أو 4 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أشهر، وقد دخلنا الشهر 9، نزوح متكرر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الوسط ومن الوسط إلى الشمال وهكذا دواليك، وأبناء شعبنا في قطاع غزة الأعزل كل أو غالبيتهم في حالة عزلة وأعزل من السلاح ومن كل ما يمكن أن يسمى إمكانيات قابلة للنضال والكفاح الوطن الفلسطيني. حماس يجب أن تعود لكي تكون جزءا أصيلا ليس فقط من النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، ولكن جزءا أصيلا من منظومة العمل السياسي الفلسطيني على قاعدة مصالح الشعب الفلسطيني. وأنا أستطيع أن أقول بملء الفم أن النضال الوطني الفلسطيني لم يبدأ في حركة حماس ولن ينتهي في حركة حماس. طيب. ولكن بالضرورة أن نفاضل بين وسائلنا
بالضرورة أن نفاضل بين وسائلنا في هذه المرحلة التي يتم العمل أو التحكم فيها دوليا في مسارات مختلفة. طيب سيد فهمي، يعني قبل الوصول إلى الحديث عن حث حماس عن الوحدة الوطنية وما إلى ذلك، وهذه الاجتماعات التي يعني انطلقت من كذا عاصمة في الدول حتى الأوروبية والعربية لتحقيق الوحدة، ولكن الآن نحن نتحدث عن الحرب الدائرة في قطاع غزة، هل تنصحونها بالمضي في صفقة تبادل بالرؤية التي طرحها بايدن أو بالرؤية التي يقترحها الوسطاء؟ يعني أخت ماريا، الولايات المتحدة الأمريكية حينما طرحت وطرح السيد بايدن طرح هذه المبادرة طرحها مباشرة إلى حركة حماس. نحن من حيث المبدأ في الحركة الوطنية الفلسطينية مع كل سبيل يجنب الشعب الفلسطيني كل قطرة دم، وبالتالي نحن مع الموافقة على ما يمكن أن يسمى بأي مجهود دولي باتجاه ووقف إطلاق النار والحفظ والحفاظ على حياة وكرامة أبناء الشعب الفلسطيني، بما في الذهاب والولوج إلى ما يمكن أن يسمى إعادة الإعمار والإغاثة وسمي ما شئت. ولكن مرة أخرى، حركة حماس خاطبها السيد بايدن مباشرة، وانتظرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة الخارجية رد حركة حماس مباشرة، وحركة حماس بظني أنها لم تستشر في موقفها لا غرفة العمليات المشتركة ولم تستشر الفصائل الأخرى. ولكن مرة أخرى علينا أن نؤمن أن السبب الأصيل في كل ما يجري في قطاع غزة وفي كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية بل وربما في كل منطقة الشرق الأوسط هو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستمرئ الحال وما زال يرفض ما يمكن أن يسمى بالحقوق الوطنية المشروعة سياسيا ووطنيا للشعب الفلسطيني. وأنا أستطيع أن أقول مرة أخرى أن إرادة المجتمع الدولي لم تنضج بعد حتى هذا اليوم، وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تفرض وقفا لإطلاق النار على الاحتلال الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدث السيد سوليفان وسابقا تحدثوا كثيرا منذ وقوع 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا مراقبا فيما يجري في قطاع غزة، ولكنها شريكة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والتطهير العرقي. طيب، نحن لا يجب أن نجلد ذواتنا، ولكن يجب أن يستقيم الحال على قاعدة أن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحياة الكريمة. طيب، وطنيا وسياسيا. ماذا عن يعني التوجه إلى مجلس الأمن سيد فهمي؟ قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما شرحت سلاحها فيما يخص الفيتو، وقف إطلاق النار أو تهدئة أو ما إلى ذلك، وبالتالي الجلسة المرتقبة فيما يخص حادثة النصيرات، ما المنتظر منها في ظل يعني الخلاصة كانت واضحة بأنه حتى وإن لم يكن فيتو أمريكي إسرائيل لا تلتزم بأي قرارات دولية ولا أممية؟ صحيح أختي ماريا، وهذا لا يعني التوقف. الأخ الرئيس أوعز في حينه ولحظته بضرورة أن يكون هنالك العمل لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي. صحيح أيضا أننا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إما باتجاه تفريغ أي قرار من محتوى بشكل مباشر وأنها تستخدم حق النقد الفيتو، ولكننا نراكم يوميا على عدالة قضية الشعب الفلسطيني من جهة، وعلى أن الرأي العام الدولي بات إلى جانب الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى. صحيح أيضا أن هذا ثمنه دم ودم ثقيل وباهظ، ولكن أيضا نحن نعلم في أن الشعوب حينما تتحرر لابد حقا في أن تبذل التضحيات، ولربما تكون تضحيات جسيمة. المأمول في أن جلسة مجلس الأمن أن تندفع لربما أفضل خطوة إلى الأمام باتجاه إدانة هذا الاحتلال، أو على الأقل محاولة وضع حد لحرب الإبادة القائمة في قطاع غزة، علما بأن لا محكمة العدل الدولي ولا قرارات مجلس الأمن السابقة ولا القرارات الرئاسية ولا الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية تحديدا فيما يخص المنظمات العاملة في الشأن الإنساني وفي اللاجئين والإغاثة لم تستطع أن توقف الاحتلال، حتى أنها دفعت الاحتلال لكي يحاول أن يخرج الأونروا عن ما يمكن أن يسمى بقانون الاحتلال. أشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا من رام الله من سر المجلس الوطني الفلسطيني فهم الزعارير.